أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: السخرية ببعض مظاهر الصلاح والتدين كاللحية وتقصير الثوب، أو السخرية بصلاة الاستخارة مثلا، هل يعد ذلك من صفات المنافقين؟ نعم، كل تنقص الإسلام والمسلمين كله من النفاق. إذا كان هذا صادرا ممن يدعي الإسلام فهو نفاق، أما إن كان هذا صادرا من الكفار فليس بعد الكفر ذنب. نعم.